كنت انا قابله بحلقه ويعني شوي احتديت مع لك مع راشيل المذيعه شوي هو شوي يعني اجت مع بعض عملت انه نحن اتخانقنا وانه هي حلشت لي شعري وانه الاكستنشن طلعت من شعري وانه لحظه لوين اللقمنه انه هيها عنا بالام تي في على على الريسبشن جاي جاي بدي كفر عن الذنوب جاي بدي كذا كادو بتمنى انه تقبليهم مني شو جبتي لها لديما شو جبتي اول شيء انا بعرف انه عندك غرام بشعرك مغرومه بشعرك فينا نشوف الفيديو سوا في فيديو لا لا كمان لا بشرفك لا لا بشق يا ليك محليا صرنا على الهواء؟ ايه على الهواء ديما خلي معك خلي معك خلينا نشوف سؤال معلش سوري بس بدي اسالك سؤال لو كنت حامل المشط والتليفون بس اخذوا لك التليفون واخذوا المشط كنت زعلتي اكثر؟ الله السؤال كثير ذكي عن جد عن جد سؤال إيه؟ محله ما بعد تعبت علي فرشيتي مش هيك فرشيتي فرشيتي ديما فينا نشوفه للمشط لانه صار لك من الساعه 8 عم تمشطي شعرك اوكي هلا ما رح يلبي جبت لك مشط ثاني بلبي ليك بس بدي منك شيء ما تقربي على البصله انا سالت على البصله ما بيصوم من تحت حتي بالساك وخلي حدي بينعس اوكي